من ناحيته أعرب قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن تأييده لما أعلنه الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز أمس بخصوص الأحداث الجارية في فلسطين. كما أكد قداسة البابا تأييده لرفض الرئيس السيسي فكرة نقل الأشقاء الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مشددا على أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.